السوشيال ميديا بقى الحقيقة ليها موضوعات مختلفة اهتمت بيها. يمكن تابعنا على مدار الأيام اللي فاتت خبر وفاة الدكتور هاني ناظر، يعني خبر كان محزن جدا للناس، لأنه حتى وصفوه على مواقع التواصل وفي أوساط كثيرة أنه طبيب بدرجة إنسان، وناس اتكلمت عن الأثر الطيب له، اتكلمت عن إزاي النهاردة شخص يسيب من حواليه آلاف الذكريات عند ناس كتير كلها ذكريات جميلة وإيجابية، اللي بيقول ساعدني في علاج، واللي بيقول بعت لي روشتة، واللي بيحكي عن موقف شخصي له. يعني الحقيقة ما تذكرش أنه في الفترات اللي فاتت في حد توفى شخصية عامة أو طبيب والناس زعلت عليه بالطريقة دي. ابنه بقى، ابن الدكتور هاني ناظر الله يرحمه، فاجئ المتابعين على صفحته الرسمية على فيسبوك بمنشور حط صورة له وصورة لوالده الراحل، وقال انه مشوارك لازم نكمله، اي حد عنده اي سؤال يقدر يكتبه في التعليقات وربنا يقدرني واجاوب على اكبر عدد ممكن. عايزة اقول لكم البوست دوت او المنشور دوت تفاعل عليه الناس بطريقة غير عادية، تفاعل فكرني بالطريقة اللي الناس كانت بتستجيب بيها وبتتحاور فيها مع الدكتور هاني الناظر لما كان على قيد الحياة، يعني ربنا يرحمه ويحسن إليه ويجعل كل أعماله الطيبة دي في ميزان حسناته، لكن بكل تأكيد اللي خلف ما ماتش، لما ابنه يواصل الأثر الطيب دوت ويكمل المسيرة ويكمل المشوار بالطريقة دي، ده كمان حاجة رائعة يعني. طيب الناس كتبت ايه او تفاعلت ايه على السوشيال ميديا؟ في حد بيقول اللي خلف ما ماتش يا دكتور، حد تاني بيقول تقبل الله منكم يا دكتور واعانك ورحم الوالد الكريم ورزق يعني رزق البر يعني. حد تاني بيقول ربنا يبارك فيك يا دكتور ويجعله في ميزان حسناتك ويجعلك خير خلف لخير سلف، ربنا يرحم الدكتور هاني. حد تاني بيقول رضي الله عن الوالد الكريم مبارك في عملك. واحدة برضو حطت تعليق يعني محزن ومؤثر الحقيقة، سمع صوته في البوست، وطبعا حتى التعليق ده ناس كتير عملت عليه لايك أو تفاعلت عليه بشكل كبير.